قيس الشيخ نجيب عام حافل، حضرنا ستيلتو وصورت الخائن ونوعدنا بمسلسل مع سيرين عبد النور. خبرني عن هالسنة وعن الجائزة اللي رح تتسلمها اليوم بالميركس. الجائزة مبسوط فيها كتير وسعيد لأنه هي ببيروت بلبنان اللي أنا بيعني لي كتير وصلي فترة غايب عنه. عام حافل وإن شاء الله يا رب هيك يكون على قد التوقعات، يعني وشخصيات مختلفة ومشاريع مختلفة. يعني الخائن 90 حلقة، المشروع النسيان اللي لحد الآن اسمه هيك رح يكون 15 حلقة. كان مفروض تجتمع بسيرين قبل سنوات واليوم عم تجتمعوا، قدي سعيدين اتنيناتكن؟ صار تواصل بالتأكيد، وقدي محمسين لتعملوا هيدا العمل. هي سبحان الله كارما، يعني اللي كان واقف بوش انه نجتمع بهديك الفترة، يبدو الأقدار رجعت هلأ جمعتنا مع بعض. سعيد جدا، سيرين صديقة ونجمة مهمة وممثلة ظريفة جدا. عن الخائن تجربة طويلة، 90 حلقة على 9 أشهر صورته. صحيح. كمان استيلاته ما كانت أقصر بكتير، فخبرني تعبوك هالعملين، بعدك هلأ مبسوط أنه عندك 15 حلقة فقط؟ يعني جدا متعب عمل 90 حلقة، وخاصة إذا عملت 2 ورا بعض، وبالخائن كان التعب مضاعف. بكرة بس تحضروا إن شاء الله بتعرفوا ليه. أكيد هذا الشيء متعب. بالنسبة لي 15 حلقة هلأ هي يعني إلى حد ما، على الأقل مدة التصوير ما أنا طويلة. كنت عم غيب عن أهلي أنا وعائلتي 9 شهور وعشر شهور، هلأ المدة قصيرة والمشاهد مكثفة. يعني بالخائن رح تجتمع مع سلافة معمار، خبرنا عن الثنائية بيناتكم. خلص بكرة بتشوفوها بتحضروها. لا أنا متشوقة أعرف. إيه شو بدك تعرفي؟ أنا وسلافة اشتغلنا مع بعض كتير أعمال قبل هلا، وكل مرة بشخصيات مختلفة. بس بالخائن فيني أقول لك إنه رح تشوفوا شيء جدا مختلف. بتخونة؟ اسمه الخائن. ما بدنا نشوفها زعلانة.